تقول ما هي ذوات الأسباب؟ ذوات الأسباب هي الصلوات المرتبة على أسباب، على أسباب إذا حصلت الأسباب تشرع الصلاة، مثل دخول المسجد، من أراد الجلوس في المسجد فإن هذا سبب للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فجعل السبب هو دخول المجلس لإرادة الجلوس فيه. وكذلك في صلاة الكسوف، هذه ذات سبب، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك، يعني الشمس والقمر، رأيتم منهما كسوف والكسوف فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فسبب الصلاة هو الكسوف، إذا حصل فإنها تشرع الصلاة. كذلك سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان يستحب أن يصلي ركعتين لأنها ذات سبب وهو الوضوء. فذوات الأسباب هي الصلوات المرتبة على أسباب، إذا حصلت هذه الأسباب شرعت الصلاة، وإذا لم تحصل لا تشرع الصلاة. أحسن الله إليكم. كذلك الطواف، ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، سببها الطواف. إذا طاف الإنسان بالبيت 7 أشواط إنه يستحب له أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد الحرام. حفظكم الله. إنما المستحب الشيخ أن يصلي خلف مقام إبراهيم إذا تيسر، هذا هو المستحب، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومن فعله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى عند مقام إبراهيم، جعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين.